مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج هود هود. بداية الحلقة نطرح لكم هذا السؤال اللي هو عبارة عن مثل يقول الخيل إذا عثرت. أكيد كثير منكم يعرف الإجابة، واللي ما يعرف الإجابة يتابعنا وراح إن شاء الله يعرف الحل. ريال ريالين ثلاثة أربعة كيف أول قرش بيسودة كيف بيسودة عندك كيف ثلاثة كيف أربعة ريال تعال كيف يقول أيوة ريال إيه أنا شو ما قصدي ما سمعتك أربعة ريالين ثلاثة أربعة خمسة يا سهل ريالين ثلاثة أربعة مز ما في المنادال ولا لا مز لا أنا كان أخوي واو كان أخوي هنا 18 سنة واحد سنتي عدنا دوا لكن بيها بتوع دوفة أول وأول مز ما كيف ينادى وش ينادوا أول هل ينادى شيء ينادوا بالبيسة بيس سودة بيس سودة نعم خرش فرنس وبعدين بيضيت تعرفية مع بيضات 20 وخمس وعشر بيسات وقرش فرنس قرشين الثلاثة والحين سواء ريال عماني ريال عماني ريال هي ريالين ثلاثة أربعة خمسة وال عاد يوم توجب كيف تقول أقول عندك جيب ثلاثة جيب أربعة أما سنتو ما رايح عن البيت إيه صار خمسة ريالات نعطي خمسة ثلاثة 400 بيسه ايش اشتريت هذا برنجان اقول لك ايش سالفه الارطب مطايبيها ما سد القيمه يبقى له 15 ريال باع 15 ريال اي 15 ريال سله 15 ولو جاء العصر على 20 25 بيصير اغلى 25 نعم ايش السبب بس زايد ناس زايد ناس احسن لي الصبح هي لا رزق الاوادم لا لا كذا على حاجه اللي قدام ابو بيبيع حاجة قدام ما بيع ولا ما نزمه راح ناخذ على محب قلب الانسان الخيل اذا هزلت بدي 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 الخيل اذا هزلت شيلوها بدي بدي ريال سهل ريال ما حصلته؟ اه تبان دخلت السوق داخل؟ وادي العرش باد يدويمه وادي اللوامي خضر لومه وادي البحايا الصبح طامي سيف طبعا سيف ما شوية ترى تو عيشكم دوم بارد حاف يعجبني في الصحن يوم يدور قدامي بضعت شوية كانك حولت السوق كله بضاعة القيض ما محول السوق كله شوية خضيرة منه والباقي خلينا حربة دائمني في السوق دائما ترى قريب السوق احنا ساكنين جار السوق جار السوق اها نعم يعني 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 زي ما لازم تيجي بس ما بدري خلاص السوق لقريبك بعض البضائع ما تجي ما تحصلها في كل وقت اها يعني في هذا الوقت بس الصباح مثل الرطب مثل اشياء البوت وهذا من الدلاله البوت من هنا يجيكم البوت من الداخلية من هنا من الداخليه من صوب من الجبل الاخضر رستاق وادي مستل وادي استحثن اماكن داخليه غالي البوت ولا غالي كيلو بريالين ونص بريالين ونص كيلو لكن عديم ترى قليل ترى هو الى موسم ما انا دائما صحيح كل شيء الى موسم دائما يعني يغلى من يورك يصيح بارد حاف وقيط النخل ما يصيح لنا انتوا عيشكم دوم بارد حاف الا بسمن ما يصيح لنا جزاك الله خير حسن عاد بارد وحاف ما يصيح لنا بعد بسمن لكن بسمن وايد على السيب وتبقى على السيب شيء نعطيك هات انباء يقول الله عالي في سماء وادي العرش باث يدويمة وادي اللوامي خضر لومة وادي البحايا الصبح طامي رطب الخنيزي والخلاص ما شي كما لكن أنا عندي في السيب حوامي كل الرطب زين وحلو وحذرك من المبسلي حامي لا تنسى البرني من جمال حيرني ونوب الخمري يطول العمري يعجبني في الصحن يوم يدور قدامي هلا كلها في السيب؟ كلها السيب طبعا السيب ما شوية ترى يقول خوزن من الدرب المرويات خوزن من الدرب المرويات ومن ساحل السداب لين اروي هين ذاك الجبن واللبن مات ونوبة كان الفقي الغضوي نوبة كان الفقي الغضوي والزين جماله يشع في الظلمات لا برق على ميت بإذن الله يحيي الله والكوس بارد من اسمات والماي من تحت الجبل يدوي سلم اللي على الزين لمسلمات اللي حبه سطى في القلب من يوم ما كنت انا صغير ما اعرف متى الذيب يعوي اليوم ماشي محبه كثره عبايات والغلا من كثرته يشوي ابو ذا قلت كل خنيه ملاوي
ابو حرج دخل لك فلوس، انت ما تعرف دخل لك فلوس طراد. ايوه طراد، احنا عايشين غير من هالطراد، من الطراد، من الهواري، من الانجاد. لا اكثر شيء ايش الصياده ما سهل لك، يسحب يوم بتيك ضرب ابوه تار ودخله والرجال، لكن الرزق بيدين الله ما بيدين يعني، رزق بيدين الله ما بيدين يعني. على يا هود يا هود يا اهل البيت شيل ما، وعلى يا هود يا هود. احنا بتحيه وسلامي عليكم حل اكي وساد، ها وانتم من هين من التلفزيون اكاسي هود هود. السلام عليكم ورحمه الله، كيف حالكم؟ الله يعافيك بالخير. ها اكي وساد هذا، ها اكي وساد، ها يعكسوك. زين زين زين. ايش تحرصني؟ احرص لان السوق يبطل كامل، بعد حد مبطل حد الا بعد ناوي على اغراض. اغراض شوي. وانتم من هين؟ احنا والله من التلفزيون. التلفزيون برنامجنا اسمه هود هود. هود هود الحين يوم واحد يقول لك هود هود ايش تقول له؟ ها واحد يقول لك يدق الباب، ها يقول لك هود هود، اقول له اهلا وسهلا تفضل. هود هود هي. قلت له تفضل تفضل اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضل. هاي العمانيين كلهم يعني يوم يهودوا يقولوا هود 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 هود، يعني لزمه قديمه هذه معروفه. اي صح. الوالد قالوا انه حافظ شعار. انا؟ اها لا لا ماشي ابدا ابدا. ما تعرف شيء؟ ماشي نسيت عاد الشعر. اول اي اول يقول الخيل اذا هزلت. نعم الخيل اذا هزلت. هي. يقول ابكي على ناس شتلوا من الوطن. اسمعني. ابكي على ناس شتلوا من الوطن وبقت منازلهم خليه وهايفه، انا اربع ليالي اقفل قافل وباحن، نيرانهم في وسط قلبي شاعل. كل السبب من بعدهم. لا يعني يعني أجوارك يعني توفيوا وصاروا من الدنيا، تشوف لهم منازلهم أكيد. أيوة. وإيش بعد؟ بعد مذخر الوالد. لا ماشي مذخرات نسيانينهن. نسيانينهن ما أذكرهن. دور حصل لشيء. ماشي حصل. أكاسي. يا من حضر صلوا على قمر يهل وعلى رسول الله نوار الزاهري. اللهم صل وسلم عليه. أثنى بتحيه وسلامي عليكم حل، يا ابن محمد يا ابن هنا الشاهري، يا طارش يسير بسراعه وأتيل، وقصد مسيرك مع ناس المخاضري. الوالد نعم اشوفك مذخر وتقول مشي. ماشي اقول لك ننساه عاد كلامنا، لكن بروحه يجي. ها يجي. لا ماشي زين. ها والخيل اذا عثرت بعدك ما حصلته؟ ها تحفظ ما يسوقوا عليها سماد. ها الخيل اذا عثرت ما يسوقوا عليها سماد طايحه. الخيل هي اذا عثرت ما يسوقوا عليها سماد. ايش تهي صح ولا غلط؟ ها تهي صح ولا غلط؟ انا اقول صح انها عثرت. مز ما سمعنا المثل الوالد. ها مز ما سمعنا المثل هذا. وحده صانعنا فراسي. هي فعلا الخيل اذا عثرت ما يسوقوا عليها سماد. تستاهل اجابه صحيحه. ايوه الوالد نعم. هذه مقدمه. نعم هديه. نعم. لك مقدمه من برنامج هديه. نعم. ماليه من برنامج هود هود من تلفزيون سلطنه عمان. تستاهل. أمانة. تستاهل. مشكورين. Oh,
مريح الوالد بحمد الله الله يعافيك نكبرك الله الحمد لله أقولك الوالد أمر إحنا من شوية نعم طرحنا سؤال على المشاهدين نعم زين وقلنا لهم مثل نعم وبسمع رأيك فيه نعم زين قلنا لهم الخيل إذا عثرت ما يساق عليها سماد صح ما صحيح نعم الخيل تبقى خيل حتى لو إن شاء الله عثرت لكن ما يساق زي الطعم يجدوها طعم أكيد على طعم على أكل زين بتنها صح تعالج تعالج لأنها خيل ما تهون إيه ما تهون يسوق عليها سماد ما تهون يسوق عليها سماد ما تهون الخيل ما لا والله هي ما ركض صحيح ما لزمته وخيل ما لزمته ما ركض حتى لو إن شاء الله عثرت حتى عثرت زيدها أكل وبعدين تنهض وترك فوقها وتبقى الخيل خيل تبقى الخيل خيل أكيد 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 مشاهدينا وتبقى الخيل خيل أكيد أكيد وطبعا هذه هي إجابة المثل في السؤال الشق الأول طبعا أيضا ننتقل الحين للسؤال الثاني السؤال الثاني يقول أخت خالك لكن ما خالتك أخت خالك لكن ما خالتك تابعونا إلى آخر حلقة وإن شاء الله راح تعرفوا الإجابة تعرفوا هالمحوكة؟ نبى ميدان عنتر مات تعنتر توايف في المدينة يعاين بالعيون ويرابي كأني شايف انك مكان والله سبحان الله بنادم اخبار المحوكة والله طيب الحمد لله طيب تعرفوا هالمحوكة ما تعرفوها حد يعرفها حد ما يعرفها بيخبركم هو ايش المحوكة خبرهم المحوكة هذه قرعة هذه مال قرع عبارة يسمونه نسميه محورة الحين ولا هي محوكة هذه غنوبي عليه غناية وعليه كلام وعليه حكي وايد نوب عليه يا وان وان يوه وان وان يوه وان وان يوه وان وان يوه يا وان وان يوه وان وان يوه يا وان وان يوه هذا فاخر الزمان يا ابعاد الكلام والحكي وهذه خاف قال واني يو 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 واني يو 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 واني يو 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 واني يو هذه فخر الزمان والمحوكة كيف تقول المحوكة؟ محوكة وابوي ما شاف كان قرعة ولا كان ما يحكي اسمع بصوتك بلسانك بلساني الوسطي يسوي شكش ثلاث هذيك ومن هيلاك الكبار لا وكاكا 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 نبى ميدان يقول مع ميدان مع ميدان ايش مع عند ميدان مع ميدان يا العجيد هذا عجيد معروف عجيد نعم سأل عند ميدان عطي ميدان عط سالم الحين عبارة بميدان قال صلوا على سيف عنتر مات شلوا وكتبهم هالمدينة كيف انتوا تقولون عنتر مات وعنتر توايف في المدينة لصن سرق قدر بتوافي عاين بالعيون ويرابي قال كيف ربك أبصقي بتوافي بقرش وربع قرش ويرابي بنسمع يويو يويو او يو وانا يو او يو او يو يو هو يو يو يا وانا يو يو وانا يو وانا يو يا وان واي يو ليل يا وان واي وانا وابوي خالك اها اخت خالك لكن ما خالتك
اخت خالك لكم هذا الله اعلم ما احفظ في هذا الشيء. سي خالتك انا اخت خالك يعني لكن ما خالتك زيت من خال من ناحيه خال خالك يعني تصير خالك يعني خد خالك لكن ما خالتك من هي؟ على يعقوب تكون ما تكون خالتك يعني خالتك لكن انت ما خالتك ما خالتك خد خالك يعني حلني بها ما خالتك خد خالك خد خالك يا كيف خالتك ما خالتك ما تستوي خالتك يعني هذه ما خالتك نسيت ما تستوي خالتك خد خالك يعني خد خالك يعني ما تكون خالتك خد خالك يعني ما تخصك شيء من خالك خد خالك يعني انت ايوه خد خالتك يعني ما تستوي خالك يعني خد خالك خد خالك يعني ايوه لكن ما خالتك ترى ما خالتك لا كان زين ايش من هي عمتك خالي ما خالتي مش اختي يمكن والدتي والدتي ها يمكن والدتي يعني والدتك ايوه امي يعني ايوه امي الله والدتي نعم وانت صح وانت فزت معانا بجائزه نقديه مقدمه من تلفزيون سلطنه عمان برنامج هود هود